احتفالا بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، أقامت غرفة تجارة وصناعة طرطوس بالتعاون مع مطرانية طرطوس للروم الأرثوذكس حفل إضاءة شجرة الميلاد بجانب حديقة الباسل وسط حضور فعاليات رسمية ودينية وأهلية. هذه الصورة الرائعة التي ترونها اليوم كل أطياف الشعب السوري، كل مكونات الشعب السوري اليوم، هذه المحبة هي رسالة لكل العالم أن سوريا لا تهزم. جئنا جميعا اليوم لنزرع وردة في الصحراء ونجمة في السماء وبسمة على وجوه الأطفال الأحباء. إن شاء الله دائما لقاءاتنا تحمل الفرح والخير والبركة، وإن شاء الله السنة الجاية سنة خير. اليوم سوريا رغم ما تتعرض له من ظروف صعبة وحصار اقتصادي ومن ضيق على الناس، فإنها لا تزال قادرة على رسم الأمل وعلى أن تعيش معاني العيد وعلى أن يتمسك أبناؤها ببعضهم البعض. الاحتفالية تضمنت مجموعة من الأغاني الميلادية بلغات متعددة لكورال أرجوان بجوقاته الثلاث. المفروض تكون الأيام الجاية أيام خير على شعب طرطوس، شعب سوريا وعلى البلد، دائما تكون هيك المحبة والبسمة على وجوه الناس. كل عام وسوريا بألف خير وعيد ميلاد مجيد يا رب على سوريا. رسالة المحبة والسلام هذا العيد، وهو العزيمة على إرادتنا رح نكمل بالفرح رغم كل الصعوبات. هذا هو كمان نصر حقيقي بمتابعتنا بعزيمتنا. نتمنى مع إضاءة هالشجرة يعني تكون سنة حلوة وخير للجميع. كل عام وأنت بخير وينعاد على الشعب السوري بألف خير. كل عام وأنت بخير، ونتمنى مع إضاءة هالشجرة تكون هالسنة خير علينا. هي رسائل حب وسلام من سوريا لكل العالم، وأمنيات كبيرة حملتها شجرة الميلاد بأن يكون العام الجديد عام الانفراجات على كل الأصعدة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.